بص الشكل جديد حلو قوي، عامل 100 جنيه بس. بص على الموديل شكله حلو قوي. جيبة والبادي عامل 100 جنيه. مفيش اكسبشن عشان لا طبعا في ده، احنا كمان بص منزلين لكم معايا شنطة كمان عشان نحط فيها بقى عيدية عشان البنات الجمال، وخصم بقى لأي حد يجي على قناة هوت ويد هتنزل لها 10 جنيه يا علي، 10 جنيه في القطعة من غير ما تزعل الزباين. هتنزل لها 10 جنيه. 10 جنيه يا جماعة. مع أحزامها، ده البادي بتاعها. أنا عاوزك تشوف القطعة حلوة قد إيه. وده الشنطة 100 جنيه معاها فوتوير. حته قطيفه جوه وبره. انا عاجبني قوي يا جماعه، يعني تصميم محترم وخامه كمان. بص تصميم وخامه، دي قطيفه. ده الفوتوير بتاعها، بص الشياكه بتاعته، بص جماله حلو قوي. فداك اهو حلو بجد. وده بنطلونها، بص قطيفه جوه وبره. 100 جنيه. 100 جنيه يا جماعه. بعد 220 جنيه. والله العظيم 100 جنيه يعني. والله دي ب 100 جنيه. دي اللي انا وريتها لك من شويه، قلت لك ب 50. دي على الموديل اهي. 50 جنيه. عامله 50 جنيه بس. نرص. 50 جنيه يا جماعه. نرص واقول لك الالوان بقى. الحته دي عامله كام بقى؟ حته ب 50. حته ب 50. اي شغل اطفال شتوي هتلاقيه ب 50 جنيه عندنا. بص طقم خروج. استنى معاه حمار. بص طقم بناتي خروج ده. عامل ترند عندنا على الصفحة حاليا ما شاء الله عليه، يعني طقم خروج بناتي حلو جدا. بص الصورة بتاعته، الخامات بتاعته سكوبة حلو. بس يعني انت لو مكاني هنا هتشوفوا حاجة ما شاء الله حلوة قوي. اتفضل. بص كده حلوة قوي. بص الخامة اصلا يعني خامات انا عن نفسي. بص الطاقية بتاعته يعني حاجة شيك جدا زي ما انت عاوزه. التيشيرتايه قطن سنجل لكرا حلو قوي اهي بحماله كده. عندنا ثلاث قطع. الحته ما شاء الله عليها جميله جدا. حته زي كده برضو دي شغاله معانا حلوه قوي قوي. عليها طلب جامد جدا عشان العيد. كل الاسعار اللي سمعتها عليها خصم 10 جنيه عشان تبقى عارف. والاسعار من اول قطعه يا جماعه، من اول قطعه. وبس تقول انا جاي عن طريق قناه هوت ويب، ان شاء الله تاخد خصم 10 جنيه في كل قطعه. حاجه صغيره. عيني عيني عيني. حاضر. ما هو ال 10 جنيه اللي انا بقول لك عليها دي هي زي كانها خصم على الفاتوره. يعني لو جيت قلت لك خصم على الفاتوره 10%، لو خدنا الفاتوره ب 1000 خير ما ناخد فاتوره ب 5. مفيش مشكله مفيش مشكله. اللي هيعدي ال 1000 جنيه هنعمل له خصم كمان 5% على الفاتوره بتاعته. يعني احنا كده يعني هي هتاخد حضرتك على 15% خصم تقريبا. بالظبط. وممكن تاخد قطعه هديه. عينيا. لا عينيا. مكتب بنت افندينا ده مصنع. الحاجات اللي حضرتك هتشوفها هنا اكيد كلها سعر المصنع، بتبتدي من اول قطعه. ومعانا بقى سعر المصنع بحلقه، هي تقول لنا معانا ايه النهارده. عايزين نعرف الاول نوصل للمكان هنا ازاي. الاول بس السلام عليكم وسلم على المشاهدين عند حضرتك ونورتونا. بص مول صدناوي هو سهل جدا. تمام. انت في اول كلوب باي، يعني محطه مترو العتبه، تطلع من المحطه تمشي يمين بتلاقي المول في وشك. امام جراج العتبه. هو امام جراج العتبه او سنترالي العتبه. احنا في الدور الثالث. احنا في الدور الثالث، مكتب بنت افندينا. تمام. ومصنع بيبي شارك وبلاك شارك. تمام. انت هنا بقى عندك تشكيل كبير من موديلاتنا. تليفون المكان اللي عليه واتساب، ولو متوفر عندنا جروب تليجرام موجود. تمام. ارقام التليفون 010-135-260-50. تمام. او 011-590-88-22-4. تمام. هي الارقام اللي حضرتك شايفها قدامك على الفيديو دلوقتي، واللي هتشوفها في اكتر مكان من الفيديو تاني. بس نكمل الفيديو للنهايه طبعا عشان نشوف العروض اللي معانا النهارده. معانا عروض جامده ان شاء الله. بس كده انه حضرتك ممكن تبعت رساله على الواتساب، وبعد كده تقدر انه تطلب جروب التليجرام وتشوف طبعا الاسعار والموديلات الموجوده بالمتاح منها، بكمان ان احنا نشوف اللي هو سعر كل موديل. وزي ما هنسمع دلوقتي السعر من اول قطعه معنا ايه بقى. نشوف معنا ايه. نبدا بس من الاطفال الاول طبعا، لان ده بدايه موسم. فانت عندك بقى شغل العيد. تمام. عندنا بدله جينز زي كده تلبس من سنتين لحد 10 سنين عامله 175 جنيه. 175. عندنا حاجه زي كده تيشرت بناتي مطبوع. تمام. مع شورت جبردين. تمام. خروج عامله 135. 135. عندنا طقم ولادي زي كده لحد 12 سنه جينز. تمام. عندنا بقى تشكيل فوق
عندنا اصدار رمضان اهو من مصنعنا، ده شكل الاسدال بفانوس بينور منه 5 الوان. اللي هيدخل اللي هيدخل على التليجرام هيشوف الموديل كامل. معاك من عند 6 سنين لحد 12 سنة. تلبس مرتاح جدا. تمام. في ايه تاني؟ احنا عندنا طبعا مقاسات مختلفة. في صالوبات زي دي. تمام. خامة كتان اسباني. ايوة. خامة محترمة وشيك جدا في اللبس. ب 115 جنيه بس. السيرفيت شكلها حلو قوي يا جماعه، جميله جدا. الخامه كمان مش هتبان في الكاميرا، على الطبيعه شكله حلو قوي كمان، على الطبيعه كمان اللهم بارك. تمام. حته جميله قوي. عندنا منه الوان. عندنا منه 3 الوان. عندنا المنت جرين، الكشمير، عندنا الاصفر المستردة. تمام. عندنا مثلا حاجه بناتي زي كده. تمام. بنطلون روزالين مع بادي بيور مع سكارف كمان. شكله حلو قوي يا جماعه، يعني التصميم على الموديل شكله حلو قوي. الموديل نفسه حلو حلو يعني. ده 3 قطع. مع السكارف بتاعته. عامله كام القطعه دي؟ عامله 140 جنيه. 140 جنيه. الاسعار كلها متاحه وموجوده. تمام. عندنا على القناه. ودايما بنعمل تخفيضات. عايزين نسمع ارقام. بالظبط. احنا ده كده احنا بنوريك شغل العيد. تمام. يعني كل ده شغل العيد. خامات جبردين للاولاد وللبنات. خامات جبردين معاك لحد سن 18 سنة. 18. كل ده تشكيل معاك من عند سنتين. عندنا محير وعندنا اللي هو الكبار كمان، الاطفال الكبار. تمام. عندنا البيك سايز، عندنا المقاسات العادية. نشوف بقى الشغل. بص كمان ده الشغل الجديد اللي لسه واصل. تمام. لسه بنرفع شغل على الحيطان، لسه بننزل بقى. ده شغل العيد يا جماعه. شغل العيد. لسه كمان في حوالي 25 موديل جايين. المصنع بقى بتاعنا، فالموديلات بتاعتنا فبتنزل اي وقت، الكميات موجوده، عروض، اي حد ممكن يطلب اي كميات موجوده. بيك سايز ب 125 جنيه علشان تشريف حضرتك. تمام. اللي هيجي عن طريق قناة هوت ويب يقول بس ان هو جاي عن طريق القناة علشان برضو ياخد العروض دي. ده تصفيات اهو. اتفضل. حتة بيك سايز لحد 6X. 6X. تلبس بقى اللهم بارك معاك. تمام. دي الرسمة على الظهر. حاجة كده لا فيها ديفوهات ولا حاجة فرز تاني ولا اي حاجة. احنا بس عشان تشريفك لينا. بص حجم البنطلون تلبسه ده كده، احنا بنفتح اول مقاس. ده اول مقاس. ده اول مقاس فيها. بنلبس من كام لكام ده؟ بيلبس معاك من 100 لحد 145 كيلو. 145 كيلو ما شاء الله، مرتاح جدا. عندنا برضو حاجة زي كده ميلتون قطن، كانت عاملة 320. كانت عامله 320. لا احنا عايزين نعرف بقت عامله كام بقى دلوقتي. بقت عامله 210. 210. بص برضو الخامه. طبعا الموديل على هنا، الموديل نفسه اهو، اهي الصوره. شيك جدا. بص البنطلون، بص تقفيله، بص الخامه بتاعت بص البنطلون متبطن قطيفه. قطيفه من جوه. شكله حلو قوي قوي. من بره ليجن غطس. ده طبعا الاسعار دي حضرتك بتسمعها في نهايه السيزون. الدريس السيزون خلص. شوف هنا كده ميلتون قطن معاك لحد 2X. شبه اللي على الموديل بالظبط، حاجه كده ايه، محجبات محترم، ممكن حد يستعمله كدريس. حلو قوي. خروج. عندنا مثلا حاجه فرو زي كده. بس عندنا شغل كتير قوي قوي، يعني موديلات كتير كتير كتير. شوف احنا كل ده ماشيين شغل كتير قوي، الشغل لسه ما لغير اللي بره لسه. حتى احنا كنا ممنوعين من التصوير يا جماعه علشان الشغل الجديد بينزل، يعني في شغل جديد بينزل. مش عارفين نصور معاك. مش عارفين نصور معاك فعلا، عشان قلنا لك ناجل عشان نبين كل العروض اللي عندنا. بص الفرو، بص التطريز ب 100 جنيه الحته دي. دي ب 100 جنيه. اتفضل حضرتك. شايف دي ب 100 جنيه. احنا كان عندنا كمان عروض يعني اكتر من كده بكتير. اسعار اليوزر مش اسعار الوكاله. حاجه حلوه قوي. اتفضل. كله فرز اول، كله حته نظيفه جدا. احنا بنصفي بس مصنع
بيعمل تصفيات غير لما يكون حد قطاعي وبيعمل تصفيات. بالظبط. انا عندي بقى شغل العرايس. شغل بتاعنا. بص شغل العرايس ده بيبتدي من كام لكام هنا؟ شغل العروسه معانا من 150 جنيه لحد 220 جنيه. 220. حاجات بقى 8 قطع وحاجات 6 قطع. 8 قطع و6 قطع. معانا شغل حلو جدا، بس اللي يلحق. اللي يلحق يا جماعه. اللي يلحق الشغل الرجالي بتاعنا برضو حته رجالي. احنا نعمل هجوم بعد الفيديو ده حرفيا. انا شخصيا عايز اعمل هجوم. حته رجالي فارو متبطنه فارو معاك لحد 3 اكس. منها عندنا الكحلي والهافان عاملة 150 جنيه بعد 320 جنيه. انا اللي بستغرب له بقى ان في بنات كتير جت اخدت من التريننج الفرو ده. هو بصراحة استغربت اكتر ان هم بيقولوا لي احنا بنلبسه في البيت. لا اي حاجة. هو حلو قوي. يعني هو حلو قوي. حتة بص اللهم بارك 150 جنيه. 150 جنيه بس كانت ب 320. 320؟ اقل من النص يا جماعه. بالظبط كده. عندنا مثلا موديل زي ده بعد 185 بقى ب 100 جنيه بس. طبعا حرق اسعار. احنا بنعمل عنوان الفيديو حرق اسعار. بنعمل عرض دايما جمعه وسبت، ممكن حاجه كده فجاه تلاقينا بنقول هي ب 50 جنيه. ليه؟ انت مش عارف. على فكره انا جاي النهارده السبت. بس احنا فعلا بنحاول نجيب نضم زبون يعرف يشتري، يعرف يلبس. تمام. يعرف ياخد عدد. لان هما بينزلوا المحلات القطاعي مش بيعرفوا يجيبوا. حضرتك هنا تقدر تدخل المكان. بص ده الميديم اول قطعه. ده كده ميديم يا جماعه. ده اول مقاس يلبس 75 كيلو. مش اكبر حاجه. حته ما شاء الله. بص منها ثلاث الوان معاك، الاسود معاك، الكشمير معاك، الجراي. حلو قوي. قلت لحضرتك اصبر شويه كنت هفرجك على حاجات اقوى بكتير. الناس ده معانا. بص ده فرو. حته فرو تطريز. تمام. مش عارف افرجك على كل العروض. عاوزين نسمع عروض للناس اللي جايه. عايزين نشوف كمان هنا في. طب نشوف الاطفال. الاطفال ب 50 جنيه. ترنج كامل. تمام. ب 50 جنيه. تيشرت رجالي زي كده. عايز اقول لك كل الولاد اللي جنبنا في المحلات بيجوا ياخدوا منه اصلا من ساعه ما نزلناه. طبعا ده لوجو المصنع يا جماعه واسم المصنع. ب 100 جنيه. تمام. حته زي كده كاردي زي كده نزلناه ب 100 جنيه بس. طبعا نشوف الحته دي على الموديل اللي شكلها حلو قوي. بس اقول لك حته منها بالونين ثلاثه الاسود والنبيتي. بص درجه النبيتي شكلها حلو قوي والله العظيم يا جماعه. يعني مش سعر، ما هوش سعر. كانت ب 220 جنيه حته زي دي. مش سعر الوكاله. حته يعني خروج. اقل من سعر الوكاله حاجه اهو. بص اتفضل. حلوه قوي. طول بص الطول بتاعها لحد تحت الركبه. طبعا احنا انا بص جايين ننتهز الفرصه حرفيا. بننتهز الفرصه. لا انتوا نورتونا والله، كنا حابين بس نديكوا عروض اكتر من كده. نشوف اللي هو السيف وناخد عبايه العروسه ب 100 جنيه بيج سايز. كل ده تصفيات. كل ده تصفيات وفي حاجات كتير كتير قوي عليها عروض. احنا بس مش عارفين غير شغل المصنع. يعني عندنا حاجات. عندنا طبعا عندنا من براندات تانية غير مصنعنا. يعني بس احنا مصنعنا ضامنينه علشان خاطر قطنيات كلها سنجل ليكرا. حاجات كلها يعني اللي بيلبس ولاده قطان في قطان. احنا ما بنشتغلش غير في قطن. نتحدى بيه اي حد. الزبون لو اخد وغسل. سمعها برضه يعني قطن والسعر اللي حضرتك سامعه ده. ما احنا بص حاجه حلوه قوي. بالظبط. هو احنا عايزين بس نعمل معادله علشان خاطر الناس تعرف تشتري. تاخد سعر وجوده وحته رجالي زي كده. شوف ده كانت ب 375 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اتفضل. انا ما بطلتش في الكاميرا يا جدعان، مفيش حاجه تتباع. اتفضل. اوقع الكاميرا اهو. استاذ وليد الموزع بتاع المصنع. طبعا وكيل معتمد لبيبي شارب سيفن ستار بلاك شارب تري شيك. عندنا هنا ده سعره عامل كام دلوقتي؟ ده ب 175 جنيه نزل من ثمنه 200 جنيه. بص بص حته بص بص قطن. بص ظهرها قطن وهي قطن من جوه ومن بره. بص يا جماعه انا عايز برضه حضرتك تشوف التقفيل، لان انا بيهمني ان حضرتك تشوف التقفيل، تشوف الشغل، تشوف الحته عامله ازاي. شوف اتفضل. بص بيهمني انك تشوف انت جاي تشتري ايه. بص هنا تقفيل الحته من الظهر.
مفيش غلطه. لا حته اللهم بارك براند كوكو يعني، لا لا كوكو حته معروفه يعني، مكان حلو قوي قوي، اخترناه كويس قبل ما نيجي نصور. صممت ان انا اصور في المكان لانه المكان عجبني. طبعا هم ما كانواش عايزين يصوروا معانا وبيقولوا ان احنا لسه بننزل الشغل وكده، بس انا يعني انتوا عارفين يعني صممت لحد ما صورنا. فده دي موديلات كده، دي برضو كام لون ده؟ ده كل حاجه في منها مثلا ثلاث او اربع الوان. تمام. مش يعني مش هعرف احصر لك ده عشان زي ما انت شايف لسه بنرص. ما لسه لسه الشغل بينزل. ده حته حريمي حلو قوي، كاجوال خروج ثلاث قطع وتر بروف. اتفضل. حلوه قوي وعاوزين عليها رقم حلو. دي دي كانت عامله 365 جنيه بقت ب 225. 225 يا جماعه، 225 جنيه. ده البادي بتاعها روزالين، حته روزالين ممتازه حلوه قوي، شريط تطعيم من تحت، حاجه حلوه حلوه. البنطلون يعني بتاعها ميلتون قطن، طبعا جاكيت ووتر بروف اللي احنا شفناه. ووتر بروف مبطن كمان ماشي مع اللي هو الجاكيت اللي احنا شفناه. في حته اطفال حاجات كتير على فكره يعني، حريمي تصفيات، حريمي ب 100 تصفيات مصنع، الاسعار اللي بتسمعها اسعار تصفيات المصنع مش مكتب. حاجه حلوه قوي دي اللي انا وريتها لك من شويه، قلت لك ب 50. دي على الموديل اهي 50 جنيه، عامله 50 جنيه بس. نرص 50 جنيه يا جماعه، نرص واقول لك الالوان بقى عشان مش عارفه اجمع. الحته دي عامله كام بقى؟ حته ب 50. حته ب 50، اي شغل اطفال شتوي هتلاقيه ب 50 جنيه عندنا. دي ب 50 جنيه يا جماعه. حته سبايدر مان من قلنا بنلبس من سن كام لكام هنا؟ كل معاك من 2 ل 8. من 2 ل 8 بس الحقوا، لان والله اول ما بننزل الحاجه على الجروب خلاص، لو نزل المكان، لو نزل الحاجه الشغل الجديد خلاص بنشيل الشغل القديم. دي حلوه كده 100 جنيه معاها فوتوير، حلوه قوي قوي دي. حته قطيفه جوه وبره. انا عاجبني قوي يا جماعه يعني التصميم، تصميم محترم وخامه كمان. بص تصميم وخامه، دي قطيفه. ده الفوتوير بتاعها، بص الشياكه بتاعته، بص جماله حلو قوي. فداك اهو حلو بجد. وده بنطلونها، بص قطيفه جوه وبره. 100 جنيه 100 جنيه يا جماعه بعد 220 جنيه والله العظيم 100 جنيه يعني، والله دي ب 100 جنيه. انا عايز اقول لك حاجه يعني ما شاء الله. الولادي بقى، تمام، ده الولادي هجيب لك بنطلونه دلوقتي برده ب 100 جنيه تمام. عندنا حريمي زي كده، حته حريمي تريكو خروج تمام. دي كانت ب 280 جنيه وكان عليها ما شاء الله اللهم بارك اقبال جامد جدا. دي خامتها ايه؟ تريكو، حلو قوي، صوف تريكو. ده البادي بتاعها ثلاث قطع، منها ثلاث الوان برضو، اللون ده والكشمير والرصاصي تمام. ده بنطلونها حته خروج او استقبال، عامله كام دي؟ دلوقتي بقت عامله 150 جنيه بس بعد 270 جنيه. في شغل كتير، الكراتين مليانه ما شاء الله. حته بيزك زي كده ب 100 جنيه بس تمام. معلش يا علي بقى، حقك علينا يا علي، كل فيديو نخرب لك الدنيا كده. حته بناتي زي كده خروج ب 100 جنيه، ثلاث قطع اربع قطع، الباندانا الايس كاب والتيشيرت والجيبه والشراب بتاعها تمام. دي عامله 100 جنيه 100 جنيه بس. الاسعار دي احنا ما بنسمعهاش في اي مكان يا جماعه، 100 جنيه بس. ومش يعني هتسمعها مكتب الجمله ما بتسمعش الاسعار دي، مش هتسمعها انت هنا في مصنع حضرتك سامعها، اسعار حقيقيه. الحق انك تيجي تاخد حاجه من دي. لو بنشتغل على جروبات واتساب او تليجرام او حتى على الفيسبوك، تقدر حضرتك تشتغل في الشغل ده تلحقه وتنزل عليه حلقه اسعار. ارقام كانت كبيره قوي يعني، لما القطعه تبقى من المصنع بالسعر ده حضرتك اكيد تقدر تبيع بالدبل دلوقتي. حته قطن حلوه قوي، اطفال منها لونين، اللون ده واللون الاصفر كناري، جميل جدا شكله حلو قوي. حته بص عامله ازاي، طباعه ممتازه حلوه
حلو قوي. انت فعلا غسيل ولبس معاك لحد 6 سنين طبعا. منها بقى هنقول مثلا قد 20 شكل، يعني عندك السبايدر مان بالوانه تمام، نفس القطعه نفس نفس الخامه نفس الخامات اهي، نفتح حته كده عشوائي نفس الخامات نفس الخامه اللي حضرتك شايفه ده اللي هو الموديل تطريز تقفيل. اتفضل معانا بص كده، بص ده اول مقاس فيها، اول مقاس بيلبس طباعه وتطريز، ده تطريز تطريز شغل تطريز. طبعا واضح انه المصنع احنا بنصور في مصانع كتير، المصنع على قدر كبير من الاحترافيه، في طباعه وفي شغل تطريز، ده شغلنا احنا بجد حرفيا عارفين الطفل لازم يلبس ايه. الشباب هنا موجود برضو معانا الصيفي بقى، الصيفي الشبابي لسه بنجمع بقى، لسه بنجمع فراشاتنا. ده جزء من الموديلات اللي موجوده، يعني ده معناه ان حضرتك لما تيجي هتشوف موديلات ثانيه، في حاجات 150 جنيه وحاجات 160 جنيه عن طريق الهوا جروب التليجرام. طب الحته دي بقى اتعلق كام دلوقتي؟ لا الحته دي صيفي، مشهوره لسه نازله صيفي بخامه ميلتون قطن، نازله بتصوير جديد وتصميم جديد، حته حلوه جدا. المصنع ده اصلا مصنع مميز عندنا. عامله كام دي دلوقتي؟ عامله 165 جنيه. 165 جنيه حلو قوي. عندنا حاجه زي حاجات زي دي كده، شورت زي كده ب 95 جنيه تمام، شورت حريمي. عندنا حته زي دي برمودا حريمي برضو مش اطفال، 140 و 130 حلو قوي. عندنا حاجه زي كده 165 جنيه، 165 اللي هي الاسمر الاسود دي، وفي منها ده اللون اللي جنبها اللي هي لا اللي هو دي اللي هي فيها الاصفر وفيها الزيتي. في اسدالات رمضان بقى باشكال تانية جديده برضو. ده تصميم لإزدال شكله حلو قوي، ده بص طقم خروج معاه حمار، بص طقم بناتي خروج، ده عامل ترند عندنا على الصفحة حاليا ما شاء الله عليه، يعني طقم خروج بناتي حلو جدا. بص الصورة بتاعته، الخامات بتاعته سكوبة حلو، بس يعني انت لو مكاني هنا هتشوفه حاجة ما شاء الله حلوة قوي. اتفضل بس كده حلوة قوي. بص الخامة اصلا يعني خامات انا عن نفسي بص الطاقية بتاعته يعني حاجة شيك جدا زي ما انت عاوزه. التيشيرتاية قطن سنجل لكرا حلو قوي اهي بحمالة كده. عندنا ثلاث قطع الحتة ما شاء الله عليها جميلة جدا، حتة زي كده برضو دي شغالة معانا حلوة قوي قوي، عليها طلب جامد جدا عشان العيد. بص الشكل جديد حلو قوي، عامل 100 جنيه بس. بص على الموديل شكله حلو قوي، ده عامل جيبه والبادي عامل 100 جنيه. مفيش اكسبشن عشان لا طبعا في، ده احنا كمان بص منزلين لكم معايا شنطه كمان عشان نحط فيها بقى عيديه عشان بنات الجمال، وخصم بقى لاي حد يجي على قناه توت ويد هتنزل لها 10 جنيه يا علي، 10 جنيه في القطعه من غير ما تزعل الزباين. هتنزل لها 10 جنيه، 10 جنيه يا جماعه معاها حزامها، ده البادي بتاعها. انا عاوزك تشوف القطعه حلوه قد ايه، وده الشنطه قوي قوي، شنطه كمان بس انا معاك كتير دي عايزه ناس كتير. لا دي فيها في شغل جامد جدا، في شغل بص ده شغل العيد اهو للبيبيهات، الطاقيه اهي التوكه وقعت. الله ده حلو قوي، اتفرج بص الجمال حلو قوي. الخامات كلها سنجل لكرا، الحلو فيها اكتر ان الخامات سنجل لكرا الحقيقه، عشان لبس البنات بيبقى يعني حاجه ما شاء الله حلوه قوي. لو عندنا ولادي كمان هيخليك تشتري، يعني هتشتري يعني شوف هنا ده شغل العيد بتاع الجيش، طقم الجيش بقى لكل الاولاد اللي عايزين يطلعوا ضباط. حلوة حلوة بجد، اتفضل حلوة قوي قوي، جبردين حلوة قوي. شوف بقى التأثير كده، شوف كده التأثير، شوف التأثير قطعة عاملة ازاي، دي القطعة اتفرج، شوف هنا رسم كمان، حتى سنجل لكرة جميلة جدا. هنا رسم ده التيشيرت بنتكلم في ثلاث قطع، انا مش عارفة اوري لك ايه تاني، عندنا حاجات كتير. هنا ده بص انا عايزك تشوف، بص هنا على تقفيل القطعه، القطعه ما فيهاش ولا غلطه، حته اللهم بارك. عامله كام الحته دي بقى؟
دي عامله 150 جنيه بس. 150 جنيه بس. 150 بس. 150 جنيه. لا بجد 150 جنيه بس. حته تانية برضو عايزك تشوفها برضو هنا تاني على المدن منها اكتر من لون، نفس التصميم اكتر من لون. اه عندك الرصاصي لدرجه رصاصي، وعندك الزيتي الصحراوي عشان الناس بتاعت الجيش بالظبط. هو الولاد كلها تسأله عايز تطلع ايه يقول لك ظابط. فاحنا عاملين بقى حسابهم في الموضوع ده. بص ده برضو حاجات من برنداتنا احنا. انا حقيقي زي ما حضراتكم عارفين انا يعني بحب احط لكل فيديو عرض، عايزين بنحب نعمل عرض لكل فيديو. انا مش عارف احط الفيديو ده اي قطعه هي الاول، يعني مش عارف احط اي قطعه من الفيديو في الاول بجد. حته بص سنجل اكرم ده حته سنجل ده حلو بقى وش وظهر. بص كده قوي قوي قوي. عامله كام دي بقى؟ 125 جنيه وخصم 10 جنيه للزبائن. كل الاسعار اللي سمعتها عليها خصم 10 جنيه عشان تبقى عارف. والاسعار من اول قطعه يا جماعه، من اول قطعه. وبس تقول انا جاي عن طريق قناه هوت ويب، ان شاء الله تاخد خصم 10 جنيه في كل قطعه. في كل قطعه هياخدها هياخد عليها خصم 10 جنيه. براند ترند ترند برده ده براندنا من ضمن البراندات بتاعتنا. حاجه كده برضو فسكوزات ريون التيشيرت قطن بيور. بنبتدي من كام لكام هنا؟ معاك من حد من 100 جنيه لحد 160 جنيه من اعلى طقم فيه 160 جنيه. عندنا كل الفئات السعريه تقريبا. احنا بادئين هنا تقريبا من 50 جنيه. بادئين من 50 جنيه اللي هو جنيه بقى عروض الاطفال اللي هو وفي كمان و... حريمي ب 50 صيفي. بس انا مش عارفه اطلع لك الكراتين على بعضها والشغل على بعضه. احنا لنا مره كمان هنا ان شاء الله باذن الله. طبعا ده شرف لينا. ربنا يعز حضرتك يا رب. انتوا وجودكم معانا ده طبعا شرف لينا ونجاح ان شاء الله. ان انتوا طبعا بتزيدوا من نجاحنا ومن انتشارنا مع الناس. نملي المكان على الاسم. احنا عايزين نوصل الاسم والله العظيم عايزين نوصل اكبر فئه إن شاء الله. من الجمهور. عايزين الناس كلها تبقى عارفه فين اماكن الجمله وتنزل تشتري منها بالقطعه. بس طمنيني في حاجه صغيره. عيني عيني الفاتوره. عيني حاضر. ما هو ال10 جنيه اللي انا بقول لك عليها دي هي زي كانها خصم على الفاتوره. يعني لو جيت قلت لك خصم على الفاتوره 10% لو خدنا الفاتوره ب 1000 خير ما ناخد فاتوره. مفيش مشكله مفيش مشكله. اللي هيعدي ال 1000 جنيه هنعمل له خصم كمان 5% على الفاتوره بتاعته. يعني احنا كده يعني هي هتاخد حضرتك على 15% خصم تقريبا. بالظبط. وممكن تاخد قطعه هديه. عينيا. لا عينيا. احنا ما بنقصرش مع حد وهم عارفين زبائننا الاصليين عارفين كده. احنا كان والله العظيم متعاونين جدا كويسين جدا. تسلم. انتوا احسن التعامل معاهم. وكمان هتلاقي السلاسه دي وحضرتك على جروب الواتساب والتليجرام. انا جيت المكان وحبيت التعامل معاه وحبيت انه يكون ده اول فيديو ان شاء الله ينزل من السلسله اللي احنا قلنا ان احنا هنصورها في العتبه وغيره مخصوص. وبغض النظر عن ان انا قعدت كتير بس كنت مبسوط والله العظيم. والله انت حضرتك شرفتنا وبس برضو محرجه من ان المكان مش مرصوص. ليكم مره لا تاني ان شاء الله المره الجايه هنرجع ويبقى المكان مرصوص وهنتفرج على المنتجات الجديده باذن الله. شكرا جزيلا يا فندم. حضرتك شرفتنا. شكرا.